السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي لازم نتعلمها ونشغلنا على السوركس هو عملية تحديد العناصر. فأنا ممكن أجي هنا من هوم وأختار الأمر سيلكت وأروح محدد عنصر معين. لو أنا عملت سيلكت أو دوست مرة تانية على عنصر آخر هيعلم عنصر آخر والتحديد هيمشي من على العنصر الأولاني. فالأفضل إن أنا أدوس على كنترول لو أنا عايزهم مع بعض. طيب لو أنا عايز أشيل حاجة أروح أدوس عليها مرة كمان وأنا دوس على كنترول يعمل لي سيلكت على كل عناصر ما عدا العنصر الأخير اللي أنا عملته. طيب في حاجة برضو كمان لو انا دوست هنا هيجيب لي ايه سيلكت. طيب خلينا نفتح هنا سيلكشن تري يقول لي دي العناصر اللي انا عاملها. طيب لو انا عامل على البيزك وول ودوست هنا هيقول لي سيلكت بيزك وول اسم العنصر اللي انا عامل عليه سيلكت. طيب لو انا جيت هنا من سيلكشن تري واخترت كومباكت هنا بيجيب لي المشروع كله فبيجيب لي ان انا عامل سيلكت على المشروع كله. طيب لو جبت بروبرتيز خصائص اجي هنا هيقول لي سيلكت لان الخصائص بتبقى في اكتر من حاجه فهو مش عارف انا محتاج اختار ايه بالظبط. طيب ممكن حاجه كمان ان انا اجي هنا واقول له سيلكشن بوكس. يعني ايه سيلكشن بوكس؟ يعني انا هبدا اعمل بوكس واي عناصر هتيجي في البوكس دوت هيبدا يختار بالشكل دوت. طيب ممكن انا محتاج ان انا اسيف سيلكشن ده عشان ارجع له فبسيف السيلكشن ده باي اسم انا عايزه وهنرجع تاني للقائمه اللي هي سيلكشن ست دي بعد كده. بس ممكن تعلم على بعض العناصر بالشكل دوت وتقول له سيف سيلكشن وفي اي وقت عايز ترجع للسيلكشن قديم تقدر ترجع بسهوله. القائمه دي مهمه جدا وهنناقشها بعد كده ان شاء الله. تمام. طيب ممكن بعد كده تقول له انا عايز اعمل سيلكت وتيجي تقول له هنا انا عايز اعمل سيلكشن تو فايل. فلما تيجي تعمل سيلكت يروح مختار الفايل كله. طيب ممكن اقول له تو لاير ولما اختار هيختار لي اللاير او هيختار لي الحوائط كلها مره واحده. ممكن اقول له سيلكت سيم سيم نيم لو هو يبدا يشوف الحاجات اللي سيم نفس الاسم او الحاجات اللي سيم تايب او سيلكت سيم تايم لينير وهكذا. دي ادوات بتساعدني على سهوله تحديد العناصر. ولما باجي اعمل سيلكت خلينا نقول له على لاست اوبجكت اهوت ممكن يجيب لي حاجه اسمها كويك بروبرتيز اللي هو كل ما اعمل سيلكت على حاجه او اقف على حاجه يبدا يجيب لي معلومات. هو انا بجيب لي الايتم نيم والايتم تايب وممكن اشغل البروبرتيز بحيث يجيب لي كل الخصائص اللي انا عايزها لاي عنصر انا بعمل له سيلكت. طيب نرجع تاني للكويك بروبرتيز هاجي هنا في الاوبشن عشان اختار ايه الحاجات اللي تتعرض لي لما اعمل سيلكت على اي عنصر. الاقي هنا الكويك بروبرتيز ديفينيشن بيقول لي انا هظهر لك الكاتيجوري اللي هي الايتم وهختار منها خاصيه اللي هي النيم والكاتيجوري الايتم والخاصيه اللي هي اللاير. تقدر تختار الكاتيجوري اللي انت عايزها وتختار الخاصيه اللي انت عايزها. ممكن تقول له انا سورس فايل ريكوايرد زي ما انت عايز. ممكن تعمل ديليت لوحده فيهم. ممكن تيجي هنا تقول له بدل ما اللاير انا عايز اعرف مثلا التايب وهكذا. فلما تقرب من اي عنصر بعد كده هيجيب لك الايتم نيم والايتم تايب.